الشعب هو كلام. لما غادي نخرجوا من المضيق غادي ننقلوا غدا لمدينه تطوان، غنزيدوا نضروا هناك خبراء، هناك الشعب الصابر اللي غادي يوثق نقطه الارتكاز. لكن الموضوع كامل القوه كامله غادي ننطلق بعد السياره النهائيه اللي سمعناها من الفضاءات التواصليه، واحدى هذه الفضاءات التواصليه فضاء جماعه المضيق امتياز. لكم كلمه سيد رئيس. ونحن اليوم وفي مدينه المضيق مره اخرى الشكر موصول الى عضوات اعضاء الهيئات الشيشانيه وكذلك الفاعلين التراميين اللي جاوا مرتي في نطاق المضيق، واللي نقول لكم بان نحن محظوظين باش نتقاسموا مع الزميلات والزملاء هذا اليوم. سيد الرئيس، رئيس مجلس جماعة المضيق وعضو مجلسية طنجة سيطوان حسيمة، أعضاء وعضوات مجلس الجهة، صديقات العزيزات والأصدقاء الأعزاء، السادة ممثلي المجتمع المدني، ممثلي الهيئات الاستشارية وممثلي الجمعيات المجتمع المدني، سعداء بلقائكم في المحطة السابعة من محطات التقابل العمومي الموسع الذي تنظمه أو ينظمه مجلس جهة طنجة سيطوان حسيمة لإعداد خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة، خطة عمل 2020-2027. هذه الخطة تعني بالأساس أو تعني بالأساس بشراكة الحكومة المنفتحة، وهي شراكة عالمية بين الدول أو الدولة والمجتمع المدني أو البرلمان والمجتمع المدني أو الجماعات الترابية والمجتمع المدني. هدفها الأساس هو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا تعزيز المشاركة المواطنة واستعمال التكنولوجيا بشكل أمثل وفعال لتحقيق هذه الأهداف. مجلس الجهة عبر عنها في أول مستوى منذ ولايته الانتدابية بدات 2020 من خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية PDF اللي كانت بامتياز بطريقة تشاركية. أتأمل هذه القاعة، عادة يحضر فيها المنتخبون، ويقررون. عندنا واحد الرمزية اليوم، أنه المنتخبون يجلسون إلى جانب هيئات المجتمع المدني، إلى ممثلين ديال هيئات المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي. هذا بحد ذاته في رمزيته هو تجسيد التواجد وهذا الانفتاح اللي بلادنا انخرطت فيه في اطار ما يسمى الديمقراطيه التشاركيه. اهداف المعلنه عند اطلاق هذه المبادره كانت هي اشاعه ثقافه الانفتاح لدى الدول المنخرطه في هذه المبادره. كان بين اهداف ايضا النهوض بالمشاركه المواطنه والديمقراطيه التشاركيه، ايضا تعزيز النزاهه والمساءله ومكافحه الفساد، دعم الشفافيه والولوج الحر الى المعلومه، استثمار تقانه حديثه وابتكار لخدمه المواطن، وايضا سياسات عموميه دامجه وشموله. المجتمع المدني كيشتغل، كيكون عنده برنامج عمل، كيشتغل في هذا البرنامج العمل ديالو، ولكن ايضا الحكومة أيضا الجماعة الترابية كيكون عندهم برنامج ديالهم، إذا كل واحد كيشتغل البرنامج ديالو، ولكن الغاية كلها فين هي؟ هو المواطن. إذا هذه المبادرة جات باش دير واش؟ باش دير واحد الخطة مشتركة ما بين المجتمع المدني والقطاعات الأخرى لبناء برنامج عمل مشترك. تجربة
التجربه اللي اشتغلت بها، انا اشتغلت منذ 2014 باش نقول لكم بصراحه، اشتغلت في اطار الحق الوصول للمعلومه البيئيه، ولفت بعض الاشياء، وربما السفر الاخير ديالي لتونس راه كان في اطار برنامج مشترك ما بين المغرب وتونس من اجل فعلا هذا يعني الحق في الوصول للمعلومه الشبكيه. وفيه محاور، هذيك المحاور باش غادي تنزلوها بطريقه تشاركيه راه احسن شيء ندخلوها في برنامج الشراكه الحكوميه لان السيد الرئيس ولا السيده الرئيسه، لان حتى هذه القضيه هذه باش نقول لكم صراحه انا عندي دورتين في الحكومه ديال المغرب، شراكه الحكومه المفتحه ديال المغرب، ما استطعناش نديروا تنسيقيه مشتركه بين المجتمع المدني ياك وهو ان جماعه المضيق في جدول اعمال برمجت تقديم الملف ديال الترشيح في نقطة جدول الأعمال ديال الانخراط في الجامعات المنفتحة، هذا يضاف هو الآخر إلى العمل الصدقية والشفافية. اليوم أنا كنقول كاين أربع جامعات والآن كنسمعوا اليوم في مدينة المضيق، وهذا خبر صار للدراسة الكل كذلك كاين الاعداد ديال جامعات مارتين، تواصلت البارحه مع السي احمد عبد المصالح والسيد الرئيس مراد الميول، هناك واحد الشغال باش يتقدم الملف ويتوضع له الاسس. جامعه شبشاون واهم شيء هي جامعه طنجه الكبرى حتى هي الاخرى في جدول اعماليه في الدوره دوزت هذا النقطه ديال الانخراط، وجامعه حسيمه اذا هذا كنقول كاين اربع جامعات والان كنسمعوا اليوم في مدينه المضيق، وهذا خبر صار للدراسه الكل كذلك على باقي اللجنه التشاركيه، وكنتفاعلوا ان ننزلوا نسمعوا الاقاليم ونسمعوا الممثلين الهيئات الاستشاريه والمجتمع المدني اش غيقولوا في هذه القضايا. مساله مهمه جدا كذلك، انا كنحيي الجميع اللي تفاعلوا معنا في التعبير عن هذا، هو انه في المنطقه هنا مطلب العداله المجاليه في توزيع المشاريع للجهه مطروح بحده، مطروح بحده وبقوه في توزيع المشاريع للجهه، وكيتناقش في وسائل التواصل الاجتماعي بواحد الحده كبيره. الحمد لله النساء منتخبات النساء هذا جمعيه وفخورين بهم، والمجال مفتوح اللي كيبغي يدخل لشي حاجه كيدخل له، اللي يقدر يعمل شي حاجه وعنده لا بوسيبيتي كيوصل اي مكان. ودابا حاليا ماشي انا غنعطي دابا الهضره السياسي، وانا اللي دابا حاليا قبلت حتى والله شكرا لك عليك اسعدتك باش انا الحمد لله قادر على المراه باقي كيعطيها، والحمد لله المغرب ديالنا راه دابا حاليا راه كيسمع في الجوار، واللي كنشوف دابا حاليا ها البرلمانيه ها الوزير شي هذا كامل غادي الامل وقتني المرأة اللي غتفرج راسها وتوصل غتوصل، وما نساوش بأن المكانة والقيمة المرأة في الإسلام ديالنا فهي أغلى مكانة هو الأم، وزيدها المرأة وزيدها الأخت وزيدها كلهم مراسل في مسألة شدها الله بهم، هذا إلا كانت عندها رغبة ومتفقة عشان ما يقدر يتعرف حتى واحد، هذه هي دابا حنا الوقت المرأة غادي الآن الله يوفقها الله يوفقها. انا هذا العقل ضعيف حضرت تقريبا تحت يعني كانت عندي واحد شويه ديال المتسع من الوقت، وحضرت تقريبا لجان العمل ديال الجهه كاملين اللي بدينا الولايه ديالنا، وكنقولها بالنسبه للاخوان، علاش كنقولها بالنسبه للاخوان اللي كيترافعوا على الاقليم، كاين واحد كاين مشكل ما كيتفهمش، لان الاخوان كيترافعوا بواحد ماشي عادي، وعندي واحد الشهاده في واحد المشروع كانت جوج مليار سنتيم موجهه للمضربات، لولا السيد الرئيس ها هو حدايا ولولا السي بنونه اللي حولوا ذاك المشروع من مضربه جوج مليار سنتيم لدعم الصيد التقليدي، وهذه كترافع ماشي الاولى ماشي الثانيه، ورجعنا حتى حنا كنتفاعلوا وبزاف تعلمنا عرفنا اهميه الصيد البحري، علاش على كركيزه من الركائز ديال الاقليم دونك حنا فواحد البرنامج دولي خدينا فيه رحنا بحالي رحنا شي كوبا رحنا ميزه مغرب منفتح برلمان المنفتح جهه طنجه تطوان المنفتحه جهه بني ملا خليفه المنفتحه جامعه تطوان المنفتحه، واحد الميزه عندك، هذه الميزه العمق ديال هذه الشراكه هو الشيء اللي كيخدم عليه السي سعيد كنخدموا
الالتزام بالميثاق اللي كيتوقع الى اعمال اللي كتصرف ديك القيم والمبادئ اللي كيهضر عليها السي سعيد كامله. دونك فين كنصرفوها؟ في هذه الخطه. ورشه ديال غادي يكون داخل هذه القاعه الشجاعه هناك ورشه التمكين الاقتصادي اللي غيسيرها السيد مصطفى العمراني. الورشه الثانيه النوع والدمج الاجتماعي اللي غادي يسيرها الصديق عبد الملك اصريح. الورشه الثالثه الحكمه البيئيه والمناخيه اللي غتسيرها الاخت نجوى بوغدي. دونك هادو الثلاثه غادي يكونوا هنايا. فاللي باغي يعني يكون في شي ورشه من هاد الورشات يبقى هنا معنا في القاعه. عندنا جوج ورشات غادي يكونوا في المكتبين المجاورين، هي الورشه الانفتاح والمشاركه المواطنه اللي غيسيرها الدكتور رشيد الدردبي، وعندنا ورشه اخرى ديال الشفافيه والحكمه الرقميه والاداره اللي غيسيرها الاستاذ عبد الصافي العاقل. هادو يتفضلوا معايا للمكتبين. توفير الموارد المالية واللوجستيكية والبشرية لعمل المنتديات التشاركية بشكل قانوني وإرساء بنية إدارية قارة لاشتغال المنتدى. بني هذا الطلب وكنتمنى يكون طلب وهو خلق جائزة المجتمع المدني على صعيد الجهة وفق معايير إجراءات تحسينية. وشكرا. شكرا لجميع الأفكار والمقترحات التي تفضل المشاركين بتقديمها سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة نهائية لخطة عمل شراكة حكومية منفتحة 2024-2027. وشكرا جزيلا. هذا الشيء ما غادي يمشي شي هكذا وكان بدون ما تصفقوا على الصحافة والإعلام على أطراف هذا الشيء.